هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقه لذيذه جدا وبسيطه جدا، ولو اني ان انا عارفه ان في ناس كتير قوي هتدخل دخلت هي ايه اللي بسيطه باللي قدامك ده. احنا عاملين كرشه، فهي حلقه ان شاء الله نعمل فيها الكرشه ببساطه. هنتكلم عن الكرشه ببساطه، هنعمل طبق كرشه حلو كده وحرش وجميل وعلى قديمه وبالحمص وبالطماطم وبالصلصه، تسبيكه ويخني جميل جدا جدا من عمق المطبخ المصري. اولا انا بحترم مطبخنا جدا، وبحترم ان احنا لحد دلوقتي بيوت مصريه كتير قوي لسه بتاكل كل الكلام الجامد ده بتاع أكلة المذبح والحلويات والحاجات اللذيذة، وهي دايما متعلقة بعيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين، أسبوع إن شاء الله ونستقبل عيد الأضحى، وأعتقد إنه بيبقى فيه دايما في البيت كده ناس بتاكل حاجات وناس ما بتاكلش حاجات. في ناس تقول لك إحنا يعني الممبار كلنا تمام، ولكن بقى بنيجي عند الكرشة ونبتدي نزمزق كده وتلاقي ايه اللي في البيت كلهم بقوا احزاب، حزب بياكل كرشه وحزب ما بياكلش كرشه وحزب بيسيب البيت لما بيعرف ان في كرشه. يعني من موقعي هذا انا قاعده اهو وواقفه وفي كرشه وفي ناس حواليا، ما اعتقدش ان انتم متضايقين من ريحه الكرشه، صح؟ ما فيش ريحه كرشه قويه زي اللي كانت بتبقى زمان. يعني انا في مثلا كرشه دلوقتي سلقاها وكرشه نيه قدامي، وزي ما احنا شايفين كده بيضه فله زي الفل. الدنيا اتغيرت واتطورت وبقت الكرشه بتيجي من عند الجزار متنضفه، فالجو بقى بتاع زمان ده ان احنا نجيب الكرشه وتبقى لونها اسود قوي وصعبه جدا في غسلها وكده ما بقاش موجود. موجود اكيد لو انا عايزه اشتريها مش متنضفه او في جزار ما بينضفش او وفي ستات زي الفل ما بتحبش الا ان هي تقعد كده ايه وتنضف وترتب في حاجتها بنفسها. ولكن لو بنوته لذيذه كده لسه متجوزه وعايزه بقى تدخل دخله الطبيخ الجامد في العيد والحاجات اللذيذه بتاعت العيد دي، وعايزه ابسط طريقه تعملها بيها وتطلع طريقه جميله جدا وطعمها حلو كده وزي زمان، ومشكله الكرشه بتبقى في ريحتها. ده حقيقه، كرشه لما تجينا من عند الجزار متنضفه يعني زي ما انتم شايفينها كده اللون ده، هي بتيجي فله كده. ده طبعا بيرجع لانه ايه، علاقتنا بالجزار علاقه كلها صداقه وود وحب واحترام وتقدير وكل الحاجات. لازم كده، احنا اتربينا كده في بيتنا على انه في شويه ناس في حياتنا هم ناس قريبين مننا، بتاع الفراخ، الجزار، الخضري، كل الناس دي ناس بنتعامل معاها بالسنين، مش كل يوم والتاني بقى بنقعد نغير جزار ونغير خضري ونغير الناس بتاعتنا، دول السورس بتاعنا والمصدر بتاع الاكل اللي احنا بناكله. وعلى فكره الكرشه موجوده في ايطاليا، موجوده في فرنسا، موجودة في اليونان، هتلاقوها موجودة في ليبيا، في تونس، كل دول البحر المتوسط، في المغرب العربي، كل ده الناس دي بتاكل كرشة وبتاكلها بأشكال مختلفة. أنا شفتها في تركيا ملفوفة متخيطة ومحشية رز ولحمة زي الممبار، وبعد ما تتسلق هي قطع كده تتحشي وتتخيط وبعدين تتسلق وبعدين يحمروها او ياكلوها مسلوقه. فالكرشه موجوده، علشان بس ما حدش يقعد يقول ياي ويع وكرشه والمصريين وبياكلوا كرشه، عادي يعني. وساعات احنا اللي بنقول الكلام ده على نفسنا، ده احنا بناكل كل حاجه. لا ايوه، انتوا بتقولوا ياي على طول، على الله اسمع ياي دي على طول بزعق لهم، ما بحبش حد يقول كده. لا احنا كده احب البنات يبقوا عندهم معلومات عن كل حاجه، بيعرفوا كل حاجه، شاطرين حتى لو ما بتاكلوش الاكل ده، ولكن في معلومات عامه كده احب جدا ان هي تكون واصله لكل الناس، لا مش المصريين بس اللي بياكلوها. الاكله دي اكله حلوه جدا، وانا اتربيت في بيتنا على اننا كلنا لازم نعرف الحاجات. وانا ما كنتش باكل الكرش عشان ما بقاش يعني بقول اي كلام، ما كنتش باكلها. اخر حاجه اكلتها في حياتي من الحاجات، يعني ابتديت بالممبار وطلعت واحده واحده الفشه، وبعدين شويه شويه كده فين بقى اكلت الكرشه من 12 سنه، وكنت بتوحم عليها على فكره. اتوحمت
على كرشه واكلت مذبح كامله، يعني كاني بقى كنت باكلها من سنين. وانا اتربيت في بيتنا ان احنا كل اهلنا، اهل بابايا، اهل مامتي، جدتي، عماتي، كلنا بنحب الاكل، اكيله، بنعرف نطبخ اكلنا الحلو ده. احنا لازم نعرف بتجيبه منين، الاصل فين، فلان بيجيب لنا الحاجه حلو، نجيب ايه منين كده. يعني حتى حواراتنا واحنا قاعدين على السفره، لا يعني ما نقعدش ناكل واحنا ساكتين كده، نقعد يعني نفضل نتكلم مثلا على حته اللحمه قد ايه ناعمه، القطعيه دي منين، الجزار كان عمل ايه، كان عايز يدينا ايه، واحنا قلنا له ادينا ايه، وفروم لنا من ايه. بابايا شاطر جدا 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 في التفاصيل دي، فكان مربينا على اننا نركز فيها، نعرف نشتريها، نطلبها ازاي، ننظفها ازاي. كل الحاجات دي كانت باكج كده انا اتربيت عليها، ولكن ما كنتش باكلها. اكلتها، لما اكلتها اتفق معاكو على انه مش اي حد يدوقها يحبها، يعني مش من اول، ولو انا عملتها حلو قوي برضو مش اي حد هيحبها، محتاجه سنه نفس كده حلوه وناس بتحب الاكل الحرش عشان تقدر تاكلها. عملها سهله قوي، اشتريناها زي ما انتوا شايفين كده. وانا بابايا هو اللي قال لي، انا اكلتها في ايطاليا الطلاينة، كان زمان بقى واحنا صغيرين كان يقول لي الطلاينة بيطبخوها، وانا اكلتها من طلاينة كانت حلوة، وكلتها من الفرنسويين كانت حلوة، فاتربيت عارفة المعلومة عادي يعني. وعلى فكرة حتى لو هم ما بياكلوهاش احنا بناكلها، وانا عندي كده فخر واعتزاز بمصريتي وبمطبخنا المصري، واحنا احسن مطبخ في العالم. لو مين ما بياكلهاش احنا بناكلها، وماله، احنا بنحبها واحنا بناكلها، واكلنا حلو وبنعمله حلو. اوكي، مقدمه طويله عريضه علشان هنعمل كرشه، وانا عارفه دلوقتي ان الموضوع مش سهل، ولكن اتفرجوا عليها، خدوا كده شويه معلومات لذيذه ازاي نتعامل معاها علشان تبقى ريحتها مش وحشه قوي زي ما انتم متخيلين. وعلى فكره بتبقى الريحه لو وحشه بتفضل وحشه، يعني مش مع الطبخ بتتغير، لا، من الاول كده نتعامل معاها صح عشان ما يبقاش فيها ريحه واحنا بناكلها. انا بجيبها نظيفه، بغسلها بملح وخل، احط لها ميه، خل، ملح، انضفها كده كويس قوي كده وامرشها كده حلو، وبعدين اخدها اصفيها وابتدي اقطعها زي ما انتم شايفينها كده. المقادير بتاعتنا هتنزل على الشاشه لو عايزين تعرفوا المقادير. انا هوسع عشان انا عايزه اقطعها كيوبس، مكعبات، قطعه الكرشه اهي، طبعا انا ايه واخده منها فبقطع، هي بتكش قوي ها، فخدوا بالكوا ان احنا بنقطعها الى حد ما كبيره شويه. القطعه دي مثلا حجمها كويس قوي كده حلو، ممكن اكبر سنه اوكي، بس انا بحبها على قد اللقمه كده مثلا، ولكن خدوا بالكوا ان هي بتكش، فما تقطعيش فتافيت فتافيت صغنطوطه. مقص المطبخ الحلو ده، وناخد الكلام ده كده بقى ايه، ونروح بعد الغسلة الأولانية بالمية الباردة، مش أم الخلول، أم الخلول إيه، أم الشلاتيت. قلت لأس حمزي بيقول لي أم الخلول، بيقول لي بنات ما تعرفش أم الخلول، لا أم الخلول دي هناك في البحر. أيوة أيوة كده. يلا بينا هنعمل كده اهو. شكرا شكرا، ميرسي ميرسي يا ميرنا. تعالي كلي كشري، تعالي كلي كرش. غسلناها، صفناها، نشفناها، الحاجه بتاعتنا فله وريحتها حلوه، وانت قادره تقفي كده تشمي ريحتها. الريحه مهمه قوي في كل حاجه المذبح، علشان هي علامه او انديكيشن، علامه مهمه قوي ان في حاجه غلط. يعني لو انا شامه في ريحه حاجه غلط، لون حاجه مش صح، حاجه مزرقه، حاجه مش حلوه، بقعه، بطشه، حاجه مش مظبوطه، ريحه حاجه وحشه، في ريحه وحشه غير الريحه اللي انت بتقولي عليها ريحه الكرشه، لا، في ريحه تانية، ريحه حاجه بايظه، ده يفرق. فانا وانا واقفه عارفه ان انا حاجتي ريحتها حلوه كده، خلاص اخدها زي ما هي واديها غسله في ميه سخنه. انا كده بغسل، بضيع اي حاجه، معلقه خل، حبه فلفل اسود، رش،
ودي اسمها ايه؟ اسمها شطفه او غسله في ميه سخنه. نكلم حنين على ما تتشطف الشطفه بتاعتها. يا حنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك انا خليت فسيخ وطلع دلع، ايه الحل؟ ما والله يا حنين انا فعلا عندي مشكله كبيره جدا ان انا ما عملتش فسيخ قبل كده. انا اسفه جدا جدا لكل الناس اللي بيقولوا لي على موضوع الفسيخ ودايما برد الرد ده، انا بعتذر جدا بس انا ما اعرفش اعمل فسيخ، ما عملتوش وبخاف اعمله لانه لو عملناه لا قدر الله وعملنا حاجه غلط ممكن يعرضنا لامراض او لمشاكل او لحاجات وحشه مش عايزين نقولها يعني. فانا بخاف من المسؤوليه دي، فالحقيقه انا باكل فسيخ بحبه قوي 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 بس لازم اشتريه من حد ثقه وبخاف اعمله في البيت، فانا بعتذر جدا جدا اني مش هقدر افيد حد في موضوع الفسيخ، انا اسفه قوي قوي قوي. يلا بينا. احنا هنا بقول لكم ايه، بعمل الكرشه ازاي، بديها اهو شطفه سريعه في ميه سخنه بتغلي بفلفل اسود وخل. دي مجرد شطفه، وهكلم سلمى وبعدين هطلعها من الشطفه دي احطها في ميه السلق. الو يا سلمى. الو. اهلا اهلا. انا بحب حضرتك جدا والله. وانا كمان والله يا سلمى. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام والله. انا بحبك وانتي والله جميله ورقيقه والله، والله كل شكرا. حاجه بتعمليها جميله. شكرا قوي يا سلومه والله، ربنا يخليكي. اخبار الكرشه معاكي ايه يا سلمى؟ كويس الحمد لله. بتاكلي كرشه؟ ايه ده راحت فين؟ ايوه يبقى ما بتاكليهاش يا سلمى، تاكليش كرشه. لا انا عايزه محبي الكرشه يدخلوا بقى يقولوا لي تكاتهم والكلام بتاع بقى ايه الامهات بقى والحاجات الجامده بقى، حد يقول لي يدخل كده يقول لي انا بعمل الكرشه كذا 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 كذا، نتعلم من بعض بقى. عندنا حل من الاثنين هقول لكم عليه. الخطوه دي انا بقيت بعملها علشان لما كنت باكل الكرشه اللي ما اتسلقتش كنت بحس ان فيها ريحه، اوكي؟ فبالتالي بقيت بشطفها الشطفه اللي انتوا شايفينها دي وبعمل لها خطوة السلق زيها زي السلق اللحمة، أوكي؟ خطوة سلق زي اللحمة، مية بتغلي بحط فيها بصل، جزر، فصين ثوم، ورق لورا، حبهان، المتاح عندكم حطوه، ما عندكيش حبهان مفيش مشكلة، فلفل أسود، وبعدين ناخد الـ الـ الكرشة اللي خلاص اتشطفت هنا ونحطها في المية النظيفة بتاعت السلق عشان هتتسلق، تتسلق في مية نظيفة، اوكي؟ كده اهو معانا مواليد. يا مواليد ازيك؟ ازي حضرتك يا شيف بقى، عاملة ايه؟ اهلا اهلا، كل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة، عاملة ايه واخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا. انا وحضرتك يبقى اهلا بيك. انا مواليد الاسكندريه. مش سامعه ايه؟ انا قلت اسلم على حضرتك، عايز على حضرتك اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبالف خير وبصحه وسلام. أيوه؟ يا رب. انا سامعاكي، انا سامعاكي يا مواليد، ازيك يا حبيبتي؟ الله يخليكي، ربنا كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. معلش حصل مشكلة في الصوت بس أنا كنت سامعاكي وبشكرك على مكالمتك يا حبيبتي وميرسي وانتي طيبة وبألف خير. هنا بقى الحتة دي كانت مهمة قوي. في حد هيقول لي لا احنا بقى ما كناش بنسلقها. اوكي؟ احنا ناخدها على طول ونعمل لها التسبيكة وتستوي في الصلصة على عيني وعلى راسي. عايز تعملي كده مفيش مشكلة، حلوة برضو بس بصراحة انا كنت بحس ان هي بتاخد وقت اطول في التسوية في الصلصة في التسبيكة، وبحس ان الريحة بتفضل موجودة شوية. عشان نقضي على الريحة خالص وناكلها بنفس بقيت بسلقها زي اللحمة لمدة ساعة واحدة، وبعد ساعة بجيب حلة وابتدي اشتغل في التسبيكة بتاعتي. يلا بينا. سمنة، عايزين زيت مفيش مشكلة، سمنة وزيت مفيش مشكلة. ناخد البصل، نعم
يا ام حمزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شوف دعاء، عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ انا بحبك قوي يا دود. وانا كمان بحبك قد الدنيا، شكرا. انا بعمل الكرشه بطريقه جميله قوي، وانا بحبها من زمان من ايام والدتي الله يرحمها. كانت بتعملها بطريقه، بتعمل لها التقليه بالثوم والطماطم. ايوه. وكانت بتتسبك كده وتتقل، وتروح حاطه بعد ما تسلق الكرشه وتستوي، بتروح شايلاها من الميه دي وتحطها في التخديعه دي. يعني طنط الله يرحمها كانت بتسلق. اه، كانت بتسلقها الاول في ميه نظيفه، وبعد ما بتستوي بتروح عامله لها تقليه بالثوم والطماطم، ولما تتسبك كده تروح حطاها فيها. استاذه أوه. الله يرحمها يا حبيبتي ويحسن اليها. الله يخليكي. انا بقى ليا طريقه مختلفه شويه، لان انا يعني ولادي ما بيحبوهاش، فانا بعملها كده بطريقه خفيفه عشان ايه يعني ممكن احيلهم كده ياكلوها. حلو، احكي لي بقى تعملي ايه. انا بسلقها برضو لوحدها في ميه وكده لحد ما تستوي، واروح مطلعاها واروح عامله لها بقى، احط لها معلقه سمنه. ايوه. واروح مشوحاها بملح وفلفل وفص ثوم وقرن فلفل اخضر. الله. وحبايه طماطم. جميله، دي تطلع خفيفه وحلوه قوي. وسيبها بقى تشرب من التتبيله دي كويس، واغرفها بقى، بتبقى ريحتها وطعمها جميل قوي قوي. حلوه قوي قوي، تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي. طب كنت عايزه اسالك سؤال يا شيف دعاء. قولي حبيبتي. انا عايزه اجيب رقاق، بس مش عارفه اني الافضل، الطري ولا الناشف؟ انا بحب الناشف بصراحه. لو انهي احلى الناشف، لو انهي اسهل الطري، لكن انا لا، انا عايزه اللي طعمه احلى. انا بحب الناشف. بحب اسقيه كده، وريحته بتبقى مختلفه وقرشته مختلفه لا خليكي في الناشف. طيب خلاص ماشي، شكرا. يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه وتعيشي وتعملي الحلو كله. شكرا يا ام حمزه. انا هنا بعمل ايه بقى؟ شوحت البصلايه، نزلت البصلايه، بصلايه كبيره شويه، ممكن تخلوها متقطعه خشن، بلاش المبشوره، تبقى متخرطه. وعندي حمص منقوع، بس منقوع، لان هي لسه هيبقى قدامها ساعه تانيه او ساعه وشويه في الصوص، هيكون كده كده الحمص استوى، تمام؟ فانا هنا بعمل ايه؟ بشوح البصلايه مع الثوم كده، وعايزه اصفي الكرشه من الميه، الكرشه اللي استوت اللي اتسلقت، انا عندي كرشه تانيه مسلوقه اهي، هصفيها واحطها دلوقتي على البصل والثوم، واكلم ام محمد. يا ام محمد. ايوه يا ست دعاء، عامله ايه حبيبتي؟ يا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، كل سنه وانت طيبه. بقول لحضرتك، انا عايزه استفسر بس، ان الكرشه اما بنضفها ما بتبقاش بيضه زي اللي قدام حضرتك دي. الجزار قولي له هو ينضفها لك. هم عشان كده بقول لك خلي الجزار ينضفها لك، قولي له نضفها لي واديها لي فل، هو هيتصرف، ما تتعبيش نفسك فيها، مش هتقدري تطلعيها كده. مهما حطيتي بقى واسبرين ومش عارف مين، وهم بطريقتهم بسكاكينهم بحاجاتهم بيتصرفوا، ما تتعبيش نفسك قوي للدرجه دي، مش هتعرفي تطلعيها كده، هم هيطلعوها لك كده. ماشي يا حبيبه قلبي. ماشي يا حبيبتي، شكرا يا ام محمد. بيفرق كتير قوي، عشان كده بقول لكم علاقتكم بالجزار مهمه جدا. يعني عادي ادفع ثمن النظافه، حاجه بسيطه، هو ينضفها لي ويديها لي بيضه كده قشطه، اعرف اكلها بنفسي، ولا حتى هتلاقي نفسك بتبذلي اي مجهود بعد كده، لو لقيتي حته غامقه ولا حاجه انت بالمقص تنضفيها. عايزه اطلع بقى الكرشه من هنا كده اهو، اصفيها. دي كرشه مسلوقه لمده ساعه، مش سوى كامل طبعا، بيبقى لسه لها تكه على التسويه. هتنزل حالا في البصل وفي الثوم. بصل وثوم متشوحين. ننزل بقى كده اهو. نشوح كويس قوي، وتشربيها لي كده من السمن
ومن البصل ومن الثوم، ولو عندك حبهان تاني، عندك ورق لورا حطي، عايزه تحطي كركم حطي. انا ما بحبش قوي موضوع الكركم، بضيفه احيانا ولكن يستحسن بلاش. مين؟ استاذ احمد، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك وكل سنه وانت طيب؟ وحضرتك طيبه يا شيف دعاء، تحياتي لحضرتك. شكرا يا فندم. انت انسانه محترمه جدا وانا بحترمك جدا، لان حضرتك انسانه فعلا على يعني على خلق، وربنا يا رب يكرم حضرتك. حضرتك انا قلت لك قبل كده انك انسانه والله غير مصطنعه تماما، احنا الانسان بيبان عليه. ف الله يكرمك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يكرمك، الف شكر، تسلم يا رب. الله يكرمك. والانسان بيبان من كلامه، من طريقه كلامه، يعني اذا كان انسان فعلا يستحق الاحترام يعني. يا استاذ احمد، كلنا مصريين وكلنا طالعين من بيت واحد وتربيه واحده، الحمد لله يعني. الحمد لله، الحمد لله. سؤالي بس يا شيف دعاء، بعد اذن حضرتك، معروف ان الخضار لما بيطلع من الفريزر على البوتاجاز على طول، على الحل على طول. بالنسبه للحمص، هيتعامل نفس المعامله ولا يسيبه يفك؟ ممكن يتفك عادي. حمص ايه بقى؟ حمص طبيخ ولا حمص شام؟ لا، حمص الطبيخ اللي الكشري كده يعني. لا، الحمص الشام، الحمصه الثانيه مش الحمص ده. لا، حضرتك هتسلقه وتطلعه، بس تفكه بايدك كده وخلاص، او سيبه مفيش مشكله يعني، في الحالتين ما فيهوش اي مشكله، مش هيتغير. حتى لو فك وبك ميته وكده، هو مش معبي ميه، فما فيش مشكله منه. هو انت لو طلعته وطبخته على طول، او حتى سبته يفك، هيدي لك نفس النتيجة. هو نفسه ما بيبقاش شارب مية قوي، ما فيش حاجة فيه تبقى مش زي الفراولة، مش زي الحاجات اللي بنشيلها في الفريزر، مش زي البسلة، لا خالص. طب اعمل حاجة بسرعة ولا لازم؟ لا، يبقى خلاص هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حتة. ورجعنا من الفاصل، واحلى حاجه حصلت ان احنا طلعنا فاصل. علشان ايه بقى؟ عشان الكرشه تتشوح كويس قوي مع البصل والثوم كده، من غير ما البصلايه تلون ولا تتحروق ولا اي حاجه، ولكن يعني التشويحه دي خلت الكرشه نفسها تلقط الطعم كده وتتشوح حلو، ودي حاجه بالنسبه لي مهمه قوي. عارفين بقى يعني الفلفل الاخضر اللي هنحطه دلوقتي ده اهم حاجه علشان تبقى حراقه ومشطشطه كده وجميله. ننزل بالحمص ده، الحمص المنقوع، نقلب تقلبتين، وهننزل بالصلصه وبالطماطم. اوكي، بالشكل ده. احنا كده بنطبخ كرشه تحسوا على نظافه كده. ننزل بقى بالطماطم، ما تزودوش الصلصه قوي علشان ما تبقاش صلصتها تقيله يعني. بنحط معلقه صلصه تربط مع عصير الطماطم الفريش، ولكن ما تزوديهاش قوي علشان برضو هي الصوص بتاعها مش حلاوته انه يبقى يعني تقيل كده ومتسبك تسبيكه قويه. ممكن نحط لها كمان شوية كمون في الآخر، شوية يعني. احنا هنحط دلوقتي ملح وفلفل، ونديها رشة كمون كمان تديها طعم حلو، لو بتحبوا تاتش الكمون ده. ادي الملح هنا بقى، نملح كده، ندي فلفل اسود، ونسيب الكلام ده مع نفسه تماما، ملناش دعوة بيها لحد ما نطمن عليها بقى ايه قبل الاكل. فلفل حامي، هي حلاوتها تبقى مشطشطة والحمص كتير كده فيها، والصوص بتاعها لا هو تقيل قوي والتسبيكة صلصة بزيادة، ولا هو خفيف وصايص خالص. تمام، ندخل بعد كده بقى على الوصفة التانية اللي هي وصفة الكفتة. يلا بينا. أسهل طبعا وصفات العيد هي والكبدة، يعني من الحاجات اللذيذة السهلة كده بتاعت أي حد عايز يعمل وصفة حلوة في العيد هيعملها.
النهارده عاملين بقى الكفته دسمه شويه وحاطين لها ليا علشان نستغل الليا اللي بتطلع مع الخروف وحاجه الخروف واشياء والحركات دي، فنحط بقى ليا كده تدي طعم ودسامه حلوه للحمه المفرومه اللي عندنا. الكفته بتاعتنا ممكن نشويها اكيد على الفحم، ممكن نحطها في الفرن، ممكن كمان نحطها في طاسه على النار براحتكم. عايزه نص كيلو من اللحمه المفرومه، تمن كيلو من اللية، بصله مفرومه، رشه بقدونس، معلقه كبيره بيكنج باودر، سبع بهارات وملح وفلفل اسود. اللية لو حابين تقللوها عن كده قللوها مفيش مشكله، حطي بقى على ذوقك يعني على حسب انت عايزه تبقى دسمه مش دسمه قوي. طبعا كل ما الكفته كانت دسمه كل ما كانت احلى. تعالى نحطها في الكبه النهارده عشان تطلع مننا ناعمه والعرق بتاعها يبقى عرق كده بيشد كده وماسكه في نفسها. ادي الليه، طبعا الليه دي بتبقى ممتازه في تشويح الكبده. حاضر، هناخد من البصل القليل منه مش هنحط بصل كتير، ومن غير ميته نعصره كده من الميه ونديها ايه سنه بصل بسيطه. وادي البيكنج باودر علشان يديها النفشه الحلوه، والبهارات ما فيش بهارات كتير، ملح وفلفل اسود، رشه بهارات، رشه بقدونس وغنطوطه برده مش كتير، ونجيب الملح والفلفل ونكلم مدام انعام الجميله. يا مدام انعام فيكي وكل عام وانت بخير يا حبيبتي. كل عام وحضرتك انا طالباكي، اقول لك كل سنه وانت طيبه واولادك طيبين وجوزك يا بنتي طيب ومامتك وباباكي طيبين يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه يا واسمع رب. صوتك الجميل اللي بيوحشني تملي ده والله يشوف دعائي حبيبه قلبي. ميرسي ليكي يا حبيبتي ميرسي ليكي ولذوقك، اشكرك تقعدي له بخير يا حبيبتي. وانت بخير يا رب ما تحرمش منك. بشكرك يا مدام انعام على معايدتك وعلى كلامك الحلو والدعوتين الحلوين اللي دايما يعني في اشد الحاجه الى ان احنا حد يدعي لنا الحقيقه، فيعني يا رب كده ايه يرزقنا بناس حلوه دايما كده تشوف ان احنا بنعمل حاجه حلوه ويفتكرونا في دعائهم. يلا بينا. نبص كده على الكفتة أخبارها إيه؟ لا نديها ضربة كمان. يلا هي حلوة طبعا بتطلع العرق بتاعها ده جميل. مش بكتر البصل خالص، مش بكتر البهارات خالص ابدا بتاتا. اوعي تروحي عند القرفه وتحطي قرف، اوعي تحطي قرف. انت بتقولي لي حاجه؟ طب استني هعمل حاجه. الو ايه ايه؟ حاضر يلا بينا، معانا تليفون. يا ام يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف دعاء؟ اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا والله. ربنا يسعدك، ربنا يخليكي، وانا كمان بحبك جدا. جميله اصلا ما شاء الله عليكي، يعني اشكرك. صوره نظيفه كل حاجه جميله فيكي. ربنا يخليك، تسلم يا ام يوسف والله. اتفضلي حبيبتي. ممكن اسال حضرتك على طاجن الورق عنب بالكوارع؟ اه ده قصه كبيره، قصه جميله. حاضر أقولك، أحكي لك وأنا بصبع كفتة. من أحلى الحاجات اللي بعملها في حياتي بجد، وعن سعادتي لما بيطلع حلو. اليومين دول بقى ورق العنب يا خبر فريش بقى، أحلى ورق عنب بالكوارع تعملوه لما الورق العنب يبقى فريش والكوارع فريش مسلوقة كده. هقولك يعني هحاول أختصر لأن طبعا الموضوع بيبقى فيه خطوات كتيرة، ولكن ولنفرض ان احنا
متفقين احنا بنعمل ورق العنب ازاي. فانت عندك شويه ورق عنب ما عاملاهم بخلطتهم بكل حاجة، بس هوصيكي على حاجة وانت بتعملي ورق العنب بتاع الكوارع ده، انه الخلطة تبقى مش ناشفة، عايزين الخلطة شوية جوسي وطرية كده، عايزين الخلطة الصوص بتاعها باين، يعني لما تمسكي شوية الرز كده والتسبيكة كده تلاقيها مش ناشفة، دي مهمة قوي. وما تزوديش فيه في الحشو يعني وانت شغاله الحشوه بالزياده، خليه كده ايه يبقى مظبوط. وبعدين بقى هقولك انت، ونعتبر انك عندك كوارع مسلوقه برضو. ان احنا فين هعمل بايه؟ اوكي ماشي. نكلم ام جنة. يا ام جنة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك كريمة بخير يا رب. وحضرتك طيبة وبألف خير يا رب. أهلا إيه؟ وسهلا، الحمد لله تمام. اتفضلي. أنا بحب آكل الكرشة بس ما بحبش أعملها في الشقة عندي عشان جوزي ما بيحبهاش. مشكلة دي، طب بتعملي إيه بقى؟ احكي لي. أنا باكلها عند والدتي، يقول لي عايزة تاكليها كليها عند والدتي. كده برضو كده تبيعني في لحظه. بس بحب اعملها وبحب انضفها مع والدتي. جميله حبيبتي رؤيه. الله يرحمها كانت بتعملها نفس الشكل دوت في تنظيفها. بتطلعها فله كده صح؟ كانت بيخليها قشطه، بس مش عارفه كانت بتحط لها ايه، حاجه بتفور كده في الميه بتخليها قشطه. كربوناتو اكيد. ايوه كربوناتو. أيوة. صح؟ ايوه. والناس بتحط لها ملح الليمون برضو. يعني ملح ليمون. ساعات ملح ليمون وساعات كربوناتو. ايوه بصراحه حضرتك ذوق جدا. شكرا. ممكن جنة تكلم بنتي تكلم حضرتك؟ ايوه طبعا يلا بينا يا جنة. الو. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله. انا بحبك جدا 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 جدا. وانا بحبك قد الدنيا. ازيك يا جنة عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما كويسه وبخير يا حبيبتي. انا بحبك جدا عشان انت الصراحه طيبه. ايوه طيبه وجميله. ميرسي يا رب ابقى طيبه فعلا. شكرا. شكرا يا روح قلبي. ممكن احمد اخويا يكلمك؟ يلا طبعا نكلم احمد. يا احمد ازيك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. ازيك يا ست؟ انا بحبك قوي. ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله يا رب دايما تبقى كويس. انا بشكر اختي على النجاح، ليه نجحت وانا نجحت. الف الف مبروك، انا بهنيكم. شكرا لام جنة وجنة واحمد، ويا رب دايما بالنجاح وبالتوفيق يا حبايبي، وربنا يسعدك بيهم ويخليهم لك يا حبيبتي. ببل ايدي ميه عشان كده كل شويه بروح هناك عشان نعرف ايه نتعامل معاها، خصوصا ان انا لابسه جلوفز، وموضوع الجلوفز ده او الجوانتيات بيلزق شويتين ثلاثة واحنا بنعمل الكفتة. طبعا لو احنا هنشوي لازم ندخلها التلاجة تتشمع وبعدين نشوي على طول. خدي بالك وانتوا بتشووا برضو تقفلوا بس من الجناب كده 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 وكده. وانتي بتشوي اوعي الفحم يبقى على الحامي قوي، لانه الفحم لما بيبقى على الحامي كده بيحروق الحاجه مش بيسويها، ويبقى في مساحه كويسه وبعد كويس ما بين الفحم وما بين الاكل، يعني ما يبقاش على الواطي كده. ورق طاجن ورق العنب عشان اكيد الناس مستنيه عشان انا قلت بعمله حلو. طيب احنا وصلنا لان احنا عندنا الورق العنب خلاص عملناه، وعملنا كمان الكوارع وسلقناها وخليناها هنخليها، ونقوم واخدين الكوارع دي وحاطينها على النار مع بصلاية مصفرة فصين ثوم، وشوح الكوارع المخلية مع البصل وفصين الثوم ومكعبات الطماطم. اوكي. وديها رشة خل بعد ما تتشوح مع الحاجات دي كويس قوي، واقوم واخده الكلام ده وفي الارضيه بتاعه الحله، هي دي ارضيه الحله عندي، احط الكوارع المخليه
اللي انا شوحتها مع بصل وثوم ومكعبات طماطم وسبتها على النار تنزل كده الطماطم ميتها شويه، وبعدين اقوم رصه ورق العنب ورقات من ورق العنب والكوارع، رقات ورق عنب وكوارع مخليه على قد ما تقدري، وبعدين هنسقيه بشوربه الكوارع بس مخففينها بشويه ميه عشان شوربه الكوارع لوحدها تقيله قوي، تمام؟ وانا بخففها بالميه بديها شويه من الخلطه اللي كنت عاملاها اللي هي بصل وطماطم وفلفل اللي هي اللي انا عملتها في الاول وانا بقلب الكوارع، باخد كده شويه من غير كوارع او حتى بكوارع واحطهم بخلهم بملحهم بالتتبيله بتاعتهم على الشوربه اللي هسقي بيها واسقي بيها. ما تحطيش مرقه، ما بنحطش مكعبات مرقه خالص مع ورق العنب اللي بالكوارع ده ابدا، هي مرقه الكوارع بس ومخففينها بميه ومدينها ملح وفلفل وشويه من الخلطه اللي بقول لك عليها اللي شوحنا فيها الكوارع في الاول. وتسقي وبالهنا والشفا. ده ورق عنب، يعني ورق عنب خطير خطير فعلا. قولوا لي طيب محتاجين ان احنا نطلع فاصل، هنطلع فاصل وهترجعوا بقى تلاقوني حطيت الكفته في الفرن بسرعه على فرن حامي جدا، ما تخشش على فرن هادي. يلا بينا فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حد. ورجعنا من الفاصل وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل رز سريعا كده. يلا بقى عشان نلحق، انا عاده ببتدي باول حاجه بتبقى الرز، فايه خليته اخر حاجه علشان برضو كل حاجه كانت محتاجه انه نحطها على النار وتتسبك وتستوي ونتكلم ونحكي وتاخد حقها. فايه دعواتنا بقى كلنا كده ان الرز يستوي بسرعه. يلا سريعا هنحط على النار اي ماده دهنيه بتحبوها عشان نعمل رز اصفر جنب الكفته. وطبعا في الفاصل انا حطيت الكفته على في الفرن. يلا بينا. حطيت الزيت وبحب جدا ان انا احط سمنه، بس الحقيقه ما عنديش سمنه، فلو في سمنه مع الرز البسمتي بيبقى حلو قوي. هستخدم رز بسمتي اصفر او اي نوع رز بسمتي اكيد. مش هنحط بصل وثوم ولا اي حاجه. على النار الزيت هيسخن، هنزل بالكركم بالمرقه بالحبهان وورق اللورة، هعمل كده يا دوب بس يدوبوا مع الزبده او الزيت او السمن بالشكل ده. ومهم قوي ان المرقه تدوب علشان ما تقعدش بقى معانا كده تلاقيها طالعه واحنا بناكل وبتبقى حادقه ودمها تقيل قوي. اللي عايز يضيف بس بصلايه يبقى في الاول بصل وثوم ويبتدي ايه يشوح فيهم. بدوب كويس قوي، بصفي الرز كويس قوي من الميه، وانا نقعت الرز 5 دقايق، انقعه 10 دقايق. الرز البسمتي بيبقى ممتاز لو نقعناه 10 دقايق. نعمل كده ونعمل كده، نقلب نقلب نقلب. عايزه انقله على العين العاليه ممكن؟ يلا بينا ننقله بس على عين عاليه ونجيب الكرشه الناحيه دي ونعمل كده اهو. مهم انه ايه ياخد السخونيه ويتشوح كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. الكركم فقط، مش حاطين كاري، هحط ملح، هحط فلفل اسود. عايزه ازود الملح سنه. طبعا في مرقه ولكن ايه هيحتاج ان تاتش كده بسيط. يلا بينا. ميه مغليه وهكلم ندى. يا ندى ازيك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. انا كويسه الحمد لله. انا عايزه اقول لك على طريقتنا لعمل الكرشه. ايوه قولي لي.
احنا بنعملها بالتسبيكه بالثوم والخل. لا احكي لي بقى يعني ايه خل وثوم ازاي؟ بنقللها التومه ها وبنتشها بالخل. الله. وبعدين بنحط لها طماطم مضروبه. طماطم مضروبه بنسيبها تتسبك. اه. وبنبقى سالقين الكرشه وبعدين بنحطها فيها. طب حلو قوي، يعني احنا متفقين ان احنا بنسلق الكرشه. انا مبسوطه جدا لان كذا حد قال لي لا اقول على البصلايه او على الثوم على طول وما بتحطوش بصل. بتبقى جميله جدا على فكره. جميله طبعا، تسلم ايديكم. ممكن اسال حضرتك على طريقه كباب الحله؟ طبعا حاضر من عينيا. نبص بس على الكفته بصه سريعه واقول لك كباب الحله. اخدين بالنا او واخدين بالنا مش عارفه ايه اخدين بالنا دي، ان انا حطيت الكفته على الصاج تحت على طول عشان ما ينزلناش ميه، عشان انا بشوف الكفته وهي بتنزل ميه. واخدين بالكم لما خدت شوك سريعه جدا هعملها بحاجه احسن من كده بدل ما تتقطم مننا. شوك سريعه جدا سخونيه تستوي بسرعه من غير ما تنزل ميتها، فتطلع بقى جوسي كده وطريه. ده في حال ان احنا عايزين نحطها في الفرن مش هنشويها. عايزه الايه اسمه ايه المقطع، اين المقطع؟ نعمل بسكينه. كفته جميله وما بتاخدش وقت زي ما انتم شايفين كده، دخلت بس اهم حاجه على الفرن وهو سخن. بس ايه لازم نديها تاتش كده نلحلحها بيه عشان ما تلزقش مننا جامد. يعني انا كان المفروض اطلعها على الرف اللي في النص قبل كده بثانيه، يعني مش كتير، بثواني. نطمن كده ان الكفته معانا تمام، نحطها على فوق الرف اللي في النص. معانا تليفون. الو. ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا شوف دودو؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ مين معايا؟ معلش عشان السماعه واقعه. مين؟ ساره. يا ساره ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير. انا كلمتك كذا مره قبل كده بس بصراحه انا بحب اتفرج عليكي جدا، يعني بتعلم منك حاجات كثيره. بجد يا ساره والله مبسوطه قوي، بحب كلمه بجد. انا بتفرج بتعلم، دي حاجه حلوه قوي. انا قلت لك ان انا متجوزه بقالي سنه وشويه وتعلمت منك حاجات كتير لو فاكراني. ايوه طبعا افتكرت. قولي لي يا ساره بما انك لسه متجوزه جديد ممكن تعملي اكله زي دي كده لو جايلك متنظفه؟ لا انا بصراحه بخاف من الرز البسمتي، يعني مش بيتظبط معايا خالص. انا كنت بسال على الكرشه بس انا كده تراجعت خلاص، يعني كده خلاص مش هينفع اسال. ما دام بتخافي من الرز البسمتي يبقى انا الصراحه كنت بسال على الكرشه بس خلاص يعني. لا الكرشه ممكن اللي بتحبها. لا نعملها لماما. تسلم ايديكي. تسلم يا روحي. انا كنت عايزه اعرف بس الكفته ممكن اعملها في الطاسه عادي مش في الفرن؟ مفيش مشكله، ما بتفكش ولا اي طريقه وكل حاجه بس هي. بتفك مني. بتفك؟ بتفك، بتبقى عامله زي اللحمه المعصجه. حلوه يا لهوي. بتقعدي بتقعدي تقلبي فيها يعني بتحطيها وما بتسيبيهاش في حالها؟ ما نسيبها بقى في حالها، نسيبها. طيب وعايزه اوجه برضو الرساله لجوزي بقول له كل سنه هو طيب. عيد ميلاده دلوقتي؟ عيد ميلاده؟ لا هو عيد ميلاده كان الشهر اللي فات. كل سنه وهو طيب. اسلام. كل سنه وهو طيب يا حبيبتي، ربنا يخليكم لبعض يا رب. طبعا انا كنت بسالها على الكرش، قالت لي عندي مشكله مع الرز البسمتي فاكيد كان لازم اتراجع على طول. كرشه ايه بقى؟ ولكن يعني انا حاولت احل مشاكل الرز البسمتي كتير قوي قوي يا ساره، ده انا يعني حليتها، عملت كميه رز بسمتي في حياتي مش قادره اقول لك. انا كل مره بعمل الرز ولا امل ولا اكل من ان انا كل مره اعمل الرز، لانه وارد يبقى في حد بيتفرج علينا لاول مره بيشوفنا فاقول وماله نعمل الرز مع بعض. هكلمك اكتر عن الرز البسمتي عشان نقفل خالص فكره ان احنا عندنا مشكله معاه. ولكن مشكله الكفته اللي هي بتبقى على البوتاجاز، اولا انت ما بتسخنيش، يعني هقول لك على حاجه، لما نسخن الطاسه بتاعتنا ونحط عليها الكفته مفيش مشكله، على نار عاليه الاول. اوكي؟ على نار
عاليه، هتحطي الطاسه بتاعتك اللي انت مشكله فيها الكفته وحطيتي زبده او سمنه او زيت، ويستحسن تبقى سمنه او زيت بلاش زبده عشان ما تتحرقش، ونسيب الكفته في حالها لحد ما تمسك نفسها. لو ما سبناها وما قلبناهاش هي هتمسك نفسها وتعمل الطبقه دي وتلم ويبقى كله تمام وزي الفل. فاعملي بنفس الطريقه اللي احنا عملناها وانا عملتها قدامكم، يعني ما جبتش اي حاجه تانية ولا من التلاجة ولا اي حاجه، وطلعت زي ما انتم شايفين كده فله الحمد لله. ونكلم مدام بسمه. يا بسمه ازيك واهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. ازي حضرتك عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد رب العالمين، الحمد لله. عايزه بس اقول لحضرتك ان انا من عشاق الكرشه. يا جامد. من عشاق الكرشه. اتفضلي معانا بسرعه، قولي لي بتعمليها ازاي؟ لا هو انا بصراحه بعملها بالطريقه العاديه التقليديه، ان انا مثلا ممكن بقى وانا بنضفها بنفسي بتطلع والحمد لله بنفس النظافه اللي حضرتك عاملاها دي. ما شاء الله ما شاء الله عليكي، يعني ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله يا حبيبتي. إيه لا بعد بسلقها عادي، بغسلها عادي خالص بميه سخنه وبعدين ادلق الميه بتاعتها، مش ميه سخنه كمان، يعني ميه ايه تعتبر مش بتغلي، لا هي سخنه. ايوه صح. وبعدين ارمي الميه بتاعتها اللي انا عملت فيها دي، وبعدين اجيب الميه النظيفه بقى عادي احطها فيها برضه ببصلايه بطماطمايه بحب بفصين حبهان بورق اللوري بشويه فلفل اسمر شويه كمون، زي ما بحطلهاش ملح خالص، ونظرا لان الكرشه بتاخد وقت طويل في السوا فبحط لها نويتين من البلح. حلو، نوى البلح بيفرق ها؟ نوى البلح بيساعد في سلقها بسرعه بشكل سريع. ايوه صح، سمعت يعني عن الموضوع ده وسمعته مع اللحمه، بس بتعملي كده في الكرشه ففرق معاكي كمان. حلو قوي. جدا جدا، وبتابعها كمان في اللحمه لو كانت لحمه جملي، لان الجمل بياخد وقت طويل طبع. كمان على النار. طبعا. اوكي. وبس بعد ما تتسلق خالص بقى باخدها بصراحه وبحبها لما تكون مسلوقه، بحب ان انا احمرها شويه كده. أيوة. في حته سمنه، معلقه سمنه بسيطه كده. صح. بتتشوح وبعدين اطلعها على طبق فيه خضار وعليه شويه الملح من فوق، حبه كمون بسيطه كده. أيوة. يا سلام لو باكلها، بحب اكلها قوي قوي بالعيش البلدي طبعا، يكون سخن طبعا، احنا مصريين وجامدين، ويعني احلى حاجه لو عليها بقى يبقى عليها اللقمه الحلوه عليها مثلا كده عود جرجير وحاجات. ايوه يا جامد يا جامد. ايوه كده، انا احنا لازم نبقى اصحاب. الله يبارك لك، حضرتك فوق الرأس بصراحه. الله يكبر بحضرتك. اللهم بارك فيكي. اشكرك. اللهم بارك فيكي. ده بالنسبه للمسلوقه، لكن بالنسبه لما تعملها في طبيخ ولا حاجه، بعملها في صنف الطبيخ عن طريقه والدتي الله يرحمها بقى، الطريقه القديمه بتاعتنا بقى. الله الله. ان انا اثبت لها الطماطم بس بالثوم مش ببصل. بثوم بس مش ببصل، كذا حد قال لي موضوع الثوم بس النهارده ده. بشوح الثومه بس كده واروح حاطه عليها الصلصه، تكون طماطم فريش طبعا. ايوه. حاطه عليها وبعدين تتسبك كويس، اكون نقع طبعا الحمص برضو قبليها واحطها يتشوح الاول مع الصلصه ياخد الطعم بتاع الصلصه، وبعدين احط فيها الكرشه مسلوقه على نار هاديه قوي. جميله. تاخد بقى كل الصوص بتاعه بقى بالبهارات بتاعتها، تشرب الصوص بتاعها. وكان ما بحبهاش صيفه قوي، انا بحبها تكون متسبكه فعلا. متسبكه. زي صلصه الكوارع كده. ايوه صح. صح يا حبيبتي. ما شاء الله يا مدام بسمه جوعتيني، يعني حسيتيني ان احنا لازم نقعد مع بعض ناكل الاكله دي، لانه الاكلات دي بتبقى عايزه ناس قاعدين مع بعض هم بيحبوها، لو حد ما بيحبهاش ببقى عايزاه اقول له ممكن لو سمحت شوف لك ساندوتش برجر او شوف اي، بعيد عن سفرتنا بقى، عشان احنا عايزين ناس كلنا كده نبقى بنحب الاكله دي. هنطلع فاصل؟ يلا بينا. فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل، وعايزه اقول لكم ان كل شويه اقول ايه، الكفتة لازم تشوفوها أول ما تخرج علشان نعمل الحركة بتاعت الفحمة، فدخلها الفرن، نحط بقى الفحمية الحلوة كده. شايفين شكل الكفتة حلو ازاي؟ وكأنها كفتة الحاتي. عادي، حط لها حبة زيت عشان ايه نبخرها ونعمل الحركة النميسة بتاعتنا، وغطي بسرعة بس كده. معانا مين؟ يا ام غزل. الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تسلم ايدك على الكفته القمر دي. شكرا يا حبيبتي، تسلمي يا رب، اكلك كله جميل والله. تسلم ايدك. تسلم عينيك يا رب، ربنا يخليكي. انا سامعه في بيبي بيوقوق، اسمه ايه؟ هي غزل. غزل، غزل عندها قد ايه؟ 8 شهور لسه اهي. يا حياتي، دي لسه جديده. وبتحب تتفرج عليكي قوي بصراحه. دي جميله قوي قوي قوي، بوسي ايديها كده وبوسي رجليها. ربنا يخليكي، تسلم ايدك، انا بحب اتفرج عليكي قوي والله. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا ليكي يا قمر. بشكرك بشكرك يا ام غزل، وربنا يحفظ غزل كده ودايما موقوقه كده ودوشاكي وروشاكي عادي. الكفته على التبخير تاخد بقى جو الفحم ده اللي بيخليها بجد شبه المشوية جدا. والتكة المهمة فيها فكرة لو سمحتوا بلاش بصل كتير، بلاش بهارات كتير، بلاش قرفة أبدا، بلاش كل ما حطينا بهارات كل ما وحشناها. والضرب في الكبة مع البيكنج باودر هو اللي بيديها الشكل والملمس بتاع كفتة الحاتي. بلاش نحركها كتير حتى لو في الفرن، بلاش ندخلها الفرن على نار هادية، نبقى مطمنين ان الفرن سخن قوي. زي ما شفتوا بنحطها تاخد شوك بتاعها لحد ما تلون كله على الارضية بتاعت الفرن، مش في الرف اللي في النص، عشان ما نديهاش اي فرصة لانها تنزل ميتها. ممكن نحط لها بصل، ممكن نحط لها فلفل اخضر، ولكن عشان ما تبقاش شبه كفتة البيت اللي احنا بنعملها دايما اللي هي برضو طعمها حلو قوي، خلينا يبقى الصاج فاضي خالص ما فيهوش اي مشكله. واول ما تلون وتمسك نفسها وخلاص تدخل في السوى نطلعها على الرف اللي في النص وتاخد السوى بتاعها. كل ده دقايق. لا مش هحط بقسماط. لا رغده بتقولي حط بقسماط. نحط بقسماط ليه ليه ليه؟ لا لا لا، هي ربنا خلقها تتماسك من غير اضافات، ولا بقسماط ولا دقيق ولا اي حاجه ولا عيش فينو ولا اي حاجه. ما احنا قدامنا اهو عملناها وما حصلهاش حاجه خالص خالص. هي مجرد ان هي الكفته تبقى مثلا فرمنا من السن نص كيلو كيلو، هو من السن حلو قوي، حطينا الدهن مثلا زي اللي هي ادينا طعم وادينا قوام وادينا لون. فهي الدهون بتديها طعم. مهم ان الكفته يكون فيها دهون، ما ينفعش الكفته تبقى بلحمه حمراء علشان هتبقى مفتله كده ملهاش طعم. يعني كفته حلاوتها في ان هي تكون دسمه شويه، بس هي اهم حاجه ان هي على ما تتماسك وعلى ما تبقى كفته ما نجيبش جنبها لا بشوكه ولا بمعلقه ولا بسباتشولا ولا نقلبها ولا نفرفطها ولا على النار ولا في الفرن ولا اي حاجه. نسيبها في حالها وبعدين نبقى نقلبها كده بالصاج لو عايزين نقلبها. تعالوا نبص على الكرشه ونكلم ام مي. يا ام مي ازيك؟ الو ازيكي يا شيف؟ بقالك كتير ما كلمتنيش. لا 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 انا زعلانه. انت عارفه حضرتك انا بتكسل ما مش عارفه اخش خالص بقالي شهر والله. ايه ده بجد؟ انا كان في الرقم الثاني بخش على طول، الرقم دوت الجديد والله ما بعرف اخش. ده الرقم القديم ده ما كانش فيه غيرك بيعرف يخش. بس والله. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير. وكل الشيفات في برنامج الصيف كلهم طيبين، انا بحبكم جدا. وانت طيبه حبيبتي. والشيف نونه وكل والشيف محمد. كل سنه وكل زمايلي الحلوين طيبين وبخير ويعيشوا ويعملوا كل الحاجات الحلوه. والله انا بكلم عليكي واقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وبشكرك والله على الوصفه دي دلوقتي بتاعت الكرشه والكوارع، جميله جدا. مبسوطه؟ حلوه؟ اه حلوه، اه انا بحبها قوي. شطوره. عندك تكات بقى في الكرشه؟ ايوه انا بعملها زي ما حضرتك كده قلت. بجد؟ طب حلو ماشي. اه بصي هعمل اهداء بس لجوز بنتي عشان عيد ميلاده بس. يلا بينا. يلا حبيبتي معلش ليه؟ كل سنه وانت طيب يا مصطفى وعقبال مليون سنه. كل سنه وهو طيب وعقبال مليون سنه. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وشكرا يا ام مي، وما تغيبيش عليا. انا بزعل. انا كاتبه اساميكوا واحده واحده كده، اللي بتغيب بعرف على طول. اساميكوا كلها عاد. يلا بينا. مين مش عارف؟ بوسي. ايوه فين بوسي كمان؟ لو بوسي بتتفرج علينا، انت ما كلمتنيش النهارده يا بوسي. اهو اهو شفتوا بقى ان انا عارفه اساميكوا كاتباها. تعالوا نقلب الرز اللي طبعا عماله ادعي واقول يا رب يستوي. الحمد لله استوى وبقى جميل اهو. طبعا ياخد تقليبه كده وايه ونبتدي بقى نغرف. عايزه تديله معلقه سمنه اديله معلقه سمنه. ممكن نديله رشه اي حاجه خضراء كده بيديله ريحه حلوه قوي في الاخر.
بقدونس كزبره بيبقى جميل جميل، وريحه الخضره دي في الاخر كده بتدي له طعم حلو قوي. يلا نجيب حاجه نغرفه عشان نحط الكفته عليه. رز بسمتي اصفر علشان المشاوي، لو هتشوي ان شاء الله في العيد تعملي بقى مكرونه مثلا، اللي هي المكرونه اللي بصلصه حمراء العاديه الكلاسيكيه يعني، تعملي شويه رز اصفر حلوين كده. يلا بينا. بوسي هاي 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 هاي، انت فين يا بوسي؟ ايه والله انا مش ساعتها عاوزه اتواصل معاكي والله بجد، يعني وحشتيني جدا. عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير. شفتي بقى، شفتي ان انا عارفه ان انت ما اتصلتيش يا بوسي، شفتي؟ والله وحشاني قوي، بس انا فعلا يعني ما شاء الله حبايبي كتير حبيبه دعوه بدعيها لك بجد في الايام المشتركه، ربنا يحسن ما بين ايديكي يا حبيبتي ويحبب فيكي خلقه، اللهم امين يا رب، منين ما تحطي رجليكي كده تبقي محبوبه. يا بوسي يا دعوه يعني من بتوع ايام زمان كده، بس انا كان دايما دايما مامتي بتدعيها لي تقول لي منين دي احلى دعوه رجليكي ربنا يجعلك محبوبه، دي احلى دعوه في الدنيا والله لا العظيم. بجد بجد، وربنا يحسن ما بين ايديكي، وربنا يا رب كده يجعل الابتسامه كده منوره وشك كده دايما يا رب، وتفضلي منوره فيه انت فوق كده، انا بحبك جدا جدا جدا. شكرا يا بوسي، وتسلم ايديكي على كل الحاجات الحلوه ديت، وبصراحه يعني حلقات كده حتى اكلات عيد خفيفه خفيفه كده. تسلمي يا حبيبتي، شكرا يا بوز قوي، والكفته تحفه 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 يعني، انا بدعي لك وانا صايمه يا حبيبه قلبي، يا رب ربنا يتقبل منك يا حبيبتي والله. لا بجد بجد والله انا من ساعتها عايزه اتواصل معاكي بس مش عارفه خالص. شكرا، تسلمي لي ويتلم لي كلامك. وعايزه اشكر بقى البنوته اللي ردت عليا عشان ذوق جدا. حبيبه قلبي انت دي رغده اكيد صح؟ ست البنات مش عارفه هي تقريبا رغده، هي ضحكت رغده دي. ايوه هي هي رغده. دمها زي العسل، دمها شربات كده وروحها حلوه. يا بسبوسه ما تغيبيش علينا، وانا بحبك اكتر، وشكرا قوي بجد، شكرا شكرا على الدعوات الحلوه وعلى الطاقه الايجابيه، وشكرا على اننا عيله واحده كده، وعندنا ميعاد كل يوم بنتكلم فيه وبنرغي فيه، بعرفكوا اكتر وبتعرفوني اكتر، فشكرا شكرا على وجودكوا وعلى حبكوا اكيد حبايب قلبي الغاليين والله. يلا الكفته جاهزه علشان نحطها بقى كده اهو في طبق التقديم بتاعها اهي. كفتتنا جميله، حاجه يعني اخر لذاذه واخر شياكه وحركات بمنتهى البساطه، عملناها على الهوا وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واي حد بيقف معاه الكفته يشوف الحلقه دي هيعرف ان الموضوع بسيط جدا. بنلفها بالمنديل، لو عايزين نعمل بقى طرب نجيب المنديل من عند الجزار ونلفها فيه وبس، يبقى المنديل رقيق وانتوا كده موسعين وكده، ما يبقاش تخين قوي. نعمله مره مع بعض ان شاء الله. مفيش احلى من مطبخنا المصري ومن ستات مصر الشاطرين اللي كلهم اشطر من بعض واحلى من بعض وبيعرفوا يطبخوا، يعني انا كل مره بسمع فيها طريقه ما بسمعهاش بكده يعني وخلاص، لا بدقق في تفاصيلكم اللي بتقولوها لي لاني بتعلم منها، وبيبقى عندي معلومه انه لا ده في ناس بتعمل كذا وفي ناس بتعمل كذا، علشان يبقى عندنا كده عادي. هي الاكله مش انا بس اللي بعرف اطبخها، لا طبعا عادي طرق مختلفه. يلا بينا نحط الكفته الناحيه دي كده. الكرشه اخبارها ايه؟ طبعا الكرشة في المرحلة التانية اللي هي مع التسبيكة بتاخد حوالي ساعة تانية او ساعة ونص علشان تتشرب كويس من الصلصة، وعلشان الحمصة اللي هو الحمص اللي احنا حاطينه ده يبقى استوى، والتسبيكة بتاعتنا تبقى استوت وتسبكت كده وحلوت، فاحنا كده تمام. لو يعني لو انا في البيت هسيبها شوية كمان وهدوق
والدواقة دي أهم ما في الموضوع، إنك تدوقي تعرفي الكرشة أخبارها إيه، سواها إيه، بتدوق، بتشد، ما بتشدش، لأ، استوت، لأ، تمام، فمش بالشوكة. دي بقى مش بالشوكة، دي لازم نبقى إيه، خايفة أعمل كده لأ، ثانية أجيب مغرفة أحسن. فمهم إن إحنا نبقى عرفنا إن هي استوت بالدوق كده. هسيبها شويتين يعني، ممكن ابقى حاسه ان انا عايزه اسيبها شويه. ريحه الفلفل الاخضر اللي محطوط او الفلفل الحامي، الكرشه نفسها كمان ريحتها جميله والله، اللي بيحبها ولا فيها ريحه وحشه ولا فيها ريحه مش نظيفه ولا اي حاجه. وحبايبي انا بجيبها متنظفه من عند الجزار، اطلبوا من الجزار انه ينظفها لكم ويديها لكم متنظفه، ويا دوب بس على التنظيفه الاخيره شوية خل وشوية ملح وننظف ونشيل أي حاجة إحنا بقى مش عجبانا يعني، برضو إيه، ما هو طبيعي هتجيلك فيها حتة مغمقة كده، حتة كده، زي ما بقول لكم بقى بالكربونات بملح ليمون، بس ما تهروش الحاجة يعني، مش كده. لا، معنا مين؟ يا مدام نادية، أهلا وسهلا. نعم، أهلا بيك. اهلا بيكي. اهلا بيكي، ازيك يا شيف دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا بحبك جدا. وانا كمان بحبك جدا. ازاي حضرتك؟ انا اول مره اعمل مداخله على التلفزيون والله. نورتيني وشرفتيني، انا سعيده. الله يخليكي، قولي لي على كل اللي انت بتعمليه، والاكل جميل والكرشه وكل حاجه حلوه يعني. مدام نادي عملتها كويس؟ جميلة والله. طيب كويس، الحمد لله، شهادة أعتز بيها. أكيد حضرتك بتعمليها حلو. أيوة والله جميل، الله يكرمك يا شيخة، والله كل حاجتك جميل. تسلم يا رب، أشكرك. عايزة أسأل سؤال لو سمحت. تفضلي أموري. بعمل مكرونة بشاميل لو تبقى سايبة مني مش ماسكة زي اللي أنت بتبقى عاملينها. طيب حضرتك بتعمليها بلبن بس، ولا بلبن وشوربة، ولا لبن ومية؟ لا، لبن ولبن ودقيق وساعات نشي. لا هقول لك. طب حاضر، هقول لحضرتك. بخصص على الشرب. ماشي، حاضر حاضر، هقول لحضرتك حالا. لا بصي، ما بنحطش نشا يعني، بلاش نشا، بلاش موضوع النشا ده خالص. خليها نربطها نربط البشاميل بالدقيق. والطريقه الاسهل اللي هتطلعه لحضرتك مظبوط، كوبايه اللبن عليها معلقه عمرانه من الدقيق، ده المعيار. فاذا حضرتك هتحطي 4 كوبايات من اللبن، هتحطي عليهم 4 معالق من الدقيق، وعلى البارد، ما تحطيش على النار ولا حاجه. اسهل طريقه هتطلعه معاكي مظبوط جدا، كله على البارد. هتحطي اللبن، هتحطي 4 معالق من الدقيق لكل كوب لبن معلقه دقيق، واربطيهم على النار. ولو انت بقى بتحطي كريمه، بتحطي قشطه وش اللبن، بتحطي اي اضافات، هتحطي مثلا مرقه نص مكعب، تبلي بملح وفلفل جوز الطيب، وعلى النار لحد ما يربط معاكي، هيديك القوام المظبوط. سيبيه ده شويه وبعدين حطيه على طول على المكرونه. هو حلاوته انه يبقى سايب سنه يعني، بلاش يبقى بيقطع قوي وجامد قوي، ولكن لو ذوق حضرتك كده مفيش مشكله. انت بس ايه، هتقلي على النار لحد ما يتقل معاكي كويس، ولو عايزاه اتقل بزياده هتزودي معلقه دقيق. يعني بدل ما تحطي 4 معالق دقيق تحطي 5 معالق دقيق على لتر اللبن. بس كده. انا هنا عملت ايه بقى؟ حطيت الكرشه زي ما انتم شايفين كده اهو. طلع بس الكرشه كده والحمص تبقى باين. حطيت كمان شويه فلفل حامي، علشان الفلفل الحامي على الوش وهو اخضر كده يبقى مزينها ومخليها جميله. ونزينها بالفلفل الجميل ده كده، وبالهنا والشفا، طبق كرشه اكل العيد بتاعنا الجميل زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا بالعيش بقى، عيش بلدي سخن، علشان نغمس وناكل وننبسط نعم. دي حاضر كده تمام. عايزني اقربها شوية؟ حاضر.
يلا بينا زي الفل. طيب كده خلصت حلقتنا، اولى حلقات العيد. بنحاول نعمل حاجات بسيطة، مش شرط يعني علشان عيد الأضحى فهنعمل حاجات كبيرة وكتيرة وكل حاجة، ولكن من الأطباق العزيزة على قلبي جدا، وأنا بحب المناسبات وبحب جدا أن احنا في البيت نحيي مناسباتنا، وحب أن احنا نتعرف على الأكلات اللذيذة بتاعتنا. فعملنا إيه؟ عملنا الكرشة وعملنا كفتة الحاتي، شوية رز أصفر جنبيهم، وكانت حلقة لذيذة جدا 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 وجميلة جدا. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا وتسليتوا. سعيدة جدا بمكالماتكم وبكل دعوة وبكل كلمة، وبتمنى ان النهاردة بقى والايام اللي جاية كلها تفتكروني في دعائكم في اليومين دول، لان كل الناس صايمة طبعا، ويا رب كده صيام مقبول ودعاء مقبول وحج مبرور للناس اللي بتحج. فندعي لبعض كده، وكل سنة وانتم طيبين. يلا نشوفكم بكرة على خير بإذن الله، مع ألف سلامة. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.